See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Why so serious? You talking to me? I'll be back. I'm gonna make him an offer again. ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا بفيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو الفيلم البطه الصفراء، وده مفروض ان هو مفروض فيلم من الافلام المصريه اللي هتتعرض في موسم الصيف، ومفروض ان هو كوميدي. قبل ما نبدا حلقتنا ما تنساش تكون عامل اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في حلقتنا. فيلم البطة الصفراء هو مفروض الفيلم الكوميدي اللي هينزل في موسم الصيف. يا جماعة اعذروني لو انا شكلي تعبان، بس انا فعليا بجد تعبان غصب عني، ان انا محتاج ان انا اعمل التريلرز الحلقات بتاعت التريلر رياكشن دي، لان عندي كمية تريلرز عايز اعملها تريلر رياكشن رهيبة. قالاني اكتر ان انا هعمل اديتنج امتى يعني، بس مش اكتر يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ مشكلة ان اليومين اللي فاتوا دول كمية تريلرز ظهرت وضربت في وشنا، سواء افلام عربي او افلام انجليش رهيبة. يعني انا مش عارف هو فيه يعني، قاعدين فاضيين اسبوع كامل، مرة واحدة في يوم واحد تلاقي 5000 تريلر اترمى في وشك. فلازم الحق اعمل الحلقات دي كلها، فاعذروني لو فعلا بجد شكلي تعبان فغصب عني يعني. بس طبعا انتوا عارفين انا ما اقدرش اتاخر عليكم ان انا اعمل الحلقات بتاعه التريلر رياكشن. عندنا فيلم البطه الصفراء هو من اخراج عصام نصار. عصام نصار ده اخرج قبل كده فيلم واحد بس، وكان من الافلام الصعبه اللي الواحد يتفرج عليها اصلا، تحس ان هو ما كانش فيلم، كان جلد ذات اصلا حرفيا، وهو فيلم هاشتاج جوزني. الفيلم ده كان صعب جدا يا جماعه، يعني الفيلم ده اللي اتفرج عليه يعني وكمله لحد الاخر يعني ياخد جايزه حرفيا ليترالي يعني. الفيلم من بطولة محمد عبد الرحمن اللي هو توتا، ودي برضو من الحاجات اللي انا خلي بالكم مش متفائل منها يعني احنا متعودين دايما ان توتا او محمد عبد الرحمن دايما موجود في حتة السبورتينج اكتر او هو السنيد، ففكرة ان هو يطلع دور بطولة كاملة ولا ومعاه كمان غادة عادل، فغريبة قوي، غريبة قوي ان غادة عادل كمان يعني وافقت ان هي تطلع دور بطولة مع محمد عبد الرحمن. ومعانا كمان في الكاست محمود حافظ وفرح الزاهد، اختها هنا الزاهد، ابرام سمير، وهي حسين ابو الروس، صلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وعمر رمزي، رجوع عمر رمزي تاني على في السينمات. اللي كان يعرف طبعا برنامج حلوهم بينهم اكيد يعرف عمر رمزي يعني يا جماعه. زي ما قلنا ده المفروض الفيلم الكوميدي، بس مش عارف ليه قبل ما اشوف التريلر شامم ريحه مش كويسه تجاه الفيلم ده. اتمنى يكون يعني مجرد احساس خاطئ من عندي يعني، واتمنى ان هو يغير رأيي يعني، على الرغم ان انا حاسه مش متفائل. والفيلم ده المفروض ينزل في 9 اغسطس اللي هو خلاص برضو تقريبا الاربع الجاي، مفروض على ما اعتقد يعني هينزل يعني. طبعا كالعادة ما شوفش التريلر ولا مرة، اشوفه معاك دلوقتي الاول مرة. فيلم البطة الصفراء، يلا بينا. مبروك لمدير اكبر شركة مخدرات بالقاهرة. في ايه؟ بك. انا مش بعمل لك بطاطس. بحثك لازم تكمله في خلال 3 شهور. يا دكتور هز ديلك، ارفع رجلك، اقلع. النبتشاكي دي حلوه، كان فضلها كوبايتين ليمون وشمعه. ايه موضوع البريك يا دكتور؟ يا في بيت في الثلاجه ممكن ده ياكل حاجه. الدكتور ده استاذ جامعه وخاطب، فاللي بتفكري فيه شيلي من دماغك. انا كنت عايز اسالك عن موضوع البطه الصفرا ده. بزار بقى افتكر ان انا دكتور جامعه فقالوا لك مالوش في النوش فتدوس عليه. انت الكل في الكل بقى، انت هتعمل لي بقى الكل في الكل بجد ولا؟ ايوه انا الكل في الكل يا فندم. مش هيسيبوك يا دكتور. البيزنس والعلم اعلم عنك الكثير، وانا ايضا اعلم عنك الكثير. اوكي. انا بصراحه استغربت فشخ ان احمد امين موجود في التريلر، ما كنتش متوقع ان احمد امين ممكن يبقى موجود في فيلم زي ده، وعجبني الريفرنس اللي قاله اني اعلم عنك الكثير، ده نفس الريفرنس بتاع مسلسل ما وراء الطبيعه، مسلسل ما وراء الطبيعه. طب اقول لكم على حاجه، هو انا ليه حاسس ان الفيلم ده معلش بفكر في حاجه، بس بشوف هو ايه الافلام الكوميدي اللي في الموسم ده. مرعي البريمو، وش في وش بس، صح؟
هو انا ليه عندي احساس ان الفيلم ده هيبقى قنبله ضحك؟ معرفش. هو بصوا، هو في نفس الوقت انا مش متفائل قوي، بس هبقى حابب قوي لو نديله فرصه الفيلم ده. معرفش ليه حاسس ان الفيلم ده ممكن يطلع منه حاجه فعلا بجد كوميدي. يعني اصلا فكره ان توتا محمد عبد الرحمن يطلع دور بطولة دي انا مستغربة جدا، على الرغم ان انا بعشقه، انا بالنسبة لي واحد من احسن الناس او ممكن يكون الافضل كوميديا في ما بين جيله في مسرح مصر بالنسبة لي على الاقل، وفعلا هو بجد بيفشخني ضحك يعني. بس انا ما اعرفش ليه يعني الفيلم ده يا اما هيبقى بجد فعلا لذيذ ولايت كوميدي وكده، يا اما هيلبس في حيطة زي فيلم هاشتاج جوزني ده اللي هو نفس المخرج. بس انا والله شدني يعني، شدتني الفكرة، شدتني فكرة الفيلم يعني، وحاسس ان فعلا بجد ممكن يطلع حاجة حلوة. معرفش معرفش. بصوا انا عامة انا نسبة ترقبي للفيلم ده هي 6/10 مش اكتر من كده، بس يعني حاسس ان فعلا ممكن يطلع منه حاجة يعني، حاسه فعلا فعلا بجد ممكن يطلع فيلم كوميدي لذيذ يعني، كوميدي لايت كوميدي يعني. اتمنى اكون بجد يعني، عشان انا برضو مش عايز اظلم حاجه، بس انتوا عارفيني دايما انا لما بشوف بوستر او بشوف تريلر بتاع فيلم او بوستر بتاع فيلم، ودايما بقول لكم الحته دي، لو انا من البوستر او من التريلر مش متفائل فعلا بجد الفيلم بيطلع مش حلو يعني، دي في حاجه جوايا انا بحسها فعلا بيطلع حاجه مش حلوه. بس ده يعني في اوله كده شويه حسيت لا، قلت الفيلم ده شكله هيبقى اي كلام، وشكله فيلم معمول حرفيا يعني ولا حاجة يعني، فيلم مكلف ايه 10,000 جنيه تصور في يومين فهيجيب فلوس. لا بس قلت الفيلم ده فعلا بجد ممكن الى حد ما هيبقى ظريف يعني، ككوميدي حاسه هيبقى ظريف، كقصة هيبقى فيلم مهبل يعني، انا اسف يعني بقول كده بس يعني مع كامل احترامي، بس كقصة هيبقى فيلم مش اللي هو، بس حاسه هيبقى فيه ايه افهات لذيذة يعني، حاسس ان هيبقى فيه افهات لذيذة. زي ما انا قلت انا نسبة ترقبي للفيلم 6/10 مش اكتر من كده. معرفش هحاول ان انا اديله فرصه في السينما، هحاول، وطبعا كالعاده يعني وش لو هنتفرج عليه هنعمله مراجعه يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم البطه الصفراء. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم فيديوها تانية قريب. ما تنسوش تعمل سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضه تعمل سبسكرايب للشانلز التانيه اسمها هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضه هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.